كفايه هق بقى هتخسي باقل مجهود وفي اسرع وقت مع جو البديل الطبيعي لعمليات تكميم المعده جو اول منتج تخسيس طبيعي بجد مرخص من وزاره الصحه موجود في جميع الصيدليات. اهلا بيكم معانا من الفاصل دلوقتي هنتكلم بقى عن الهرمونات وعلاقتها بالسمنه. هل الهرمونات ليها علاقه مباشره بالسمنه انتوا عارفين طبعا انت الاجابه اللي متابعني عارف بس احنا النهارده معانا الدكتوره مروه عبد العزيز اخصائيه التغذيه العلاجيه اهلا بيكي منوراني اهلا, اهلا بيكي بنورك ميرسي قولي لنا بقى ايه علاقه الهرمونات بالسمنه طب تيجي الاول نعرف يعني ايه اصلا سمنه يلا بينا طيب احنا هنبدا ان انا في تعريف كده بحبه اه قالتها الجمعيه الطبيه اه للغدد الصماء في الامريكا. في امريكا وهي ان السمنه ايه عباره عن ايه؟ ان السعرات الحراريه بتتخزن اكتر في الجسم اكتر ما بيحرق الجسم. ودي ناتجه لكذا عامل يعني اكتر من عامل، ممكن عامل اللي احنا كلنا عارفينه ان الشخص ده بياكل كتير. الشخص ده قليل النشاط البدني، ما بيعملش رياضه، ما بيعملش اي نشاط بدني. دي كلنا عارفينها. إن الشخص سمين عشان بياكل كتير، عشان ما بيعملش رياضة، ما بيلعبش أي نشاط بدني. وبياكل أكتر من احتياجه من السعرات في اليوم. في عوامل تانية زي العوامل الوراثية، عوامل نفسية، بياخد أدوية معينة، وفي عامل تاني مستخبي كده اللي هو الخلل الهرموني. امم. وده اللي قالوا عليه برضو وأكدوا عليه الجمعية الطبية للغدد الصماء في أمريكا، وقالوا إيه؟ إن مش كل السمنة إن دهون مخزنة. مش كلها دهون متراكمه ممكن يكون ميه وملح متراكمين في الجسم وسببهم برضو خلل هرموني تمام ودي معنى السمنه ببساطه تمام طيب ايه هي الهرمونات المتعلقه بالاوبستي او السمنه في هرمونات كتيره قوي يعني ممكن ناخد كذا مثال منها زي هرمون مثلا الليبتين هرمون الليبتين ده بنسميه عندنا في الطب هرمون الشبع ده اللي هو انا باكل وقمت من على الاكل يا سلام حسيت بالشبع امم بس الناس ما بتحسش في ناس ما بتحسش آه. بالشبع في الوقت ده لو انا قسته عند الانسان اللي هو حاسس بالشبع بلاقيه هرمون الليبتين عالي جدا عنده مم. وده الانسان الطبيعي هتقولي لي هو في حاجه مش طبيعيه هقول لك اه في حاجه اسمها مقاومه الليبتين او مقاومه هرمون الليبتين اللي هو الانسان اللي ما بيحسش على طول بالشبع يعني ياكل هو جعان طول ما هو واقف يلقط فحصل له إيه ريسيستنس لهرمون الليبتين وده اللي بيقص يعني بيكون سبب عوامل هو بيعملها غلط زي ايه ان هو مثلا بيعمل عادات صحيه او غذائيه غلط على طول اكله معجنات على طول اكله نشويات بسيطه سكريات إيه على طول اكله مصنع ففي الوقت ده هرمون الليبتين الخلايا ما بتبقاش شايفاه فعلى طول الانسان على طول جعان طيب في هرمون تاني سمعتوا الحته دي انه سببه الاكل الكتير ولكن خصوصا الحاجات المعجنات والسكر والحاجات المصنعه والحاجات دي اللي بتسبب ان حساسيه الجسم الخليه بتقل لللبس. تمام عكسه تمام كمان هرمون اسمه هرمون الجرلين اللي هو هرمون بقى الجوع عكس هرمون اللي هو الشبع ده اللي هو لما بحس ان انا جعان هرمون الجرلين ده بيبقى عالي جدا في, في جسم الانسان لكن تعالي نشوف برده ان ممكن يحصل خلل في هرمون الجرلن. الانسان اللي على طول ماشي بعاده التلقيط يعني اللي هو انا بقى لسه قايمه من على الغدا افتح التلاجة الاقي مزايا الاقي شويه عصير اشربهم انا ماشي عماله اقول الله انا بلقط انا ما اكلتش انا بلقط ده هرمون الجرلين عنده مضروب بالنار زي ما بيقولوا يعني على طول عالي في السماء ففي الوقت ده برضو ده بي بيروح بينا للسمنه في خلل في هرمون الجرلين او الليبتين فبندخل في السمنه كمان في هرمون تاني ده الخلل ده الشخص بيسببه بسبب ان هو عوامل عوامل غلط ان هو بياكل عادات غلط عادات غذائيه غلط بس هل واحد ممكن يكون مولود بنقص الهرمونات دي او بخلل في الهرمونات دي ممكن ممكن بس احنا ممكن نزودها نزود الحاجات ديت بايه بالعادات الغلط فاحنا ممكن ان احنا اصلا لو احنا مشينا على نظام غذائي نظبط الهرمونات ده نظام غذائي صح وعادات صحيه صح هنظبط الهرمونات ديت خصوصا إيه حابه بس اضيف حته ان دلوقتي الحاجات المصنعه كتير بقى مليانه مواد رافعة ومكسبات للطعم بالظبط فبتأثر جدا على المخ يعني الواحد بيبقى عايز داي دايما يشتهي يشتهي للحاجات فمستقبلات اللي فمستقبلات هي... الهرمونات دي اصلا ولا عشان من... بالظبط الخلية مش شايفاها بالظبط عشان كده بنقول ان الخلية خلاص ما بقى جالها ريسيستنس ندخل في ريسيستنس طالما جبنا سيرة ريسيستنس الانسولين هرمون الانسولين كلنا عارفين هرمون الانسولين اللي بيفرزه البنكرياس لما الجلوكوز احنا بناكل فالسكر بيزيد في الدم خلاص الانسولين بقى بيبقى دوره ايه مع الجلوكوز ده التاكسي ترانسبورتيشن بيشيل الانسولين بيشيل الجلوكوز يخبط على الخليه ويقول لها افتحي يا خليه انا جايب لك الطاقه تمام على اساس ان انا اقوم بمهامي بقى اليوميه لكن الشخص اللي عنده انسولين ريسيستنس ما كده خالص خلاص الخليه دي فين خلاص جالها بعيدة عالم تاني <applause> بالظبط اه انا البنكرياس عمال يديني انسولين والانسولين عمال يترفع في الدم وجزء منه بقى بيروح بقى دي مشكلة بيروح جزء من الانسولين متخزن في صوره دهون وصوره الدهون بقى فين حوالين البطن مم. هو ده بقى مشكله الكرش اللي هي مشكله اللي بيعاني فيها معظم معظم الناس مش هقول مصريين بس ايوه عشان كده من الاعراض بتاعه الانسولين ريزيستنس اللي هو مقاومه الانسولين بالزبط. ان الواحد يكون عنده زي عوامه كده هنا آه. في المنطقه دي وليها طبعا يعني آه يعني اشكال ثانيه اللي هو الاستمرار في الرقبه تحت الابط ما بين الفخذين زوايا جلديه دي كلها آه يعني آه علامات للانسولين ريزيستنس طبعاً كمان برضو لو قلنا مثلا هرمون زي هرمونات اللي هي السكس هرمونز اللي هي هرمون التستوستيرون عند الذكور وهرمون الاستروجين مم. طبعا التستوستيرون ده هرمون مهم جدا طول ما هو مظبوط في الجسم الحرق بتاعك شغال العضلات بتاعتك بتاعتك شكلها حلو جدا بنائها حلو جدا فلو ال يعني هو بيحصل دايما يعني بعد يعني ما العمر بيمر شويه الخصيتين كفائتهم بتبقى على افراز هرمون التستوستيرون بتقل فبالتالي هرمون التستوستيرون ما بيبقاش قد كفائته وبالتالي بتقل عمليات التمثيل الغذائي وبيقل الحرق فعشان كده بتلاقي دايما مع تقدم السن ممكن نلاقي الكوليسترول عالي ممكن نلاقي مشاكل في القلب وده بسبب يعني المشاكل برضو الهرمونيه طيب ازاي نقدر بقى نظبط الهرمونات دي في الجسم؟ تمام احنا اول حاجه احنا مفيش حاجه تقدر تظبط لنا اي حاجه تؤدي بينا للاوبستي او السمنه غير يعني الف باء النظام الغذائي الصحيح. اول حاجه ان انا ابعد عن عن اي مثلا سكريات او معجنات عن الحاجات المصنعه عن التدخين عن الكحوليات ابقى وعن النفسيه وعن النفسيه كويس جدا لان لان, لأن انا عندي هرمون مهم جدا آه. يعني لو بنتكلم عن هرمون هرمون الكورتيزول بالزبط. اللي ده الهرمون اللي بيعلى مع التوتر ومع النفسيه اللي مش حلوه وكل ما يعلى هرمون الكورتيزول كل ما بلاقي ان الحرق بيقل جدا في جسمي ودي مشكله وكمان احنا ممكن يعني هنحل طبعا مع النظام الغذائي بمثلا حاجه زي جروب جو أنا عندي مجموعة جو مجموعة يعني قوية جدا لأن هي مجموعة أورجانيك كلها يعني كلها حاجات طبيعية ومستخلصات من حاجات طبيعية زي الفايبر يعني عندي مثلا فايبر جو عندي جرين كافي جو فايبر جو ده يعني لو هنتكلم عن مقاومة الأنسولين ممكن أنا لو ماشي على نظام غذائي كويس جدا مع فايبر جو مع في حالات مقاومة الأنسولين هيبقى يديني نتائج فعاله جدا ليه بقى لان جو او فايبر جو بينام هو فيه قشور سيليام وبذور شيا المركبين دول مع بعض يعني احنا بنقول ان هما بيعملوا زي عمليات التكميم كده اللي ما بيقدرش يعمل عمليات تكميم بنقول له خد بذور شيا وكشور سيليا فتخيلي بقى دول موجودين في في برودكت واحد ومعاهم تانية حاجات تانية زي الجرسينيا والصبار كلها مستخلصات طبيعيه طبعا الحاجات دي بتعمل امتلاء جامد جدا في المعده وبالتالي بتحسس يعني بتحسن من من استقبال الخلايا الانسولين وبالتالي الانسان ما بيحسش بجوع كتير يعني فطبعا يعني انا بنصح لو انت يعني مريض مقاومه انسولين يعني مجموعه جو فيها فايبر ساشيت مهمين جدا جدا يعنى ان انت تخليهم فى نظامك الغذائى حلو قوي. أوه. والحلو كمان انه بديل لان الواحد يعمل عمليات, عمليات مثلا تكمن. او يحط البالونات او أيوة. الحاجات اللى هى ايه بتبقى متعبه برضه بالظبط يعني. يعني انا لما باخد حاجه اورجانيك باخد حاجه طبيعيه وبعدين انا بقول لك مستخلص مستخلص دي يعني معناها ايه؟ ان انا اخدت فائده عشر اضعاف الحاجه ديت يعني مثلا لما اقول الجرين كوفي انا بقول مستخلص القهوه الخضراء عارفه يعني ايه مستخلص يا سالي؟ يعني مست... الحاجه المكثفه جدا بالظبط يعني انا جداً. مثلا قلت لك يا سالي البرتقانيه دي فيها فيتامين سي فتقومي خدتي برتقانيه هل انت خدتي كفايتك من فيتامين سي؟ لكن لما اجى اقولك انتى اخدتى عشر برتقانات عصرتيهم وحطيتيهم فى كبسه واحده انت كده خدتي مستخلص فيتامين سي اللي هو بقى ايه الكبسوله ده ما بيقولي. هو ده بقى الفرق ما بين ما بين المستخلص أي والاعشاب العاديه هو عادي إن... اللي هو جو ان هو مستخلص اه فأ... يعني انا ب... اخدت يعني... الخلاصه كلها بالظبط كده يعني مثلا الجرين كوفي بتاع جو دي مهمه جدا في لو في مثلا حد بيلعب رياضه يعني انا بنصح بيه ان هو مثلا ممكن ياخده قبل التمرين كديتوكس لان هو بتعمل تخليص من الجسم من السموم كلها آه كمان طبعا الجرين كوفي كلنا عارفينها ان هي انتي اوكسيدنت يعني هتخلي الشعر بحالة صحية الوش ما فيهوش تجاعيد في حالة نضر نضارة كل اجزاء الجسم في حالة نضارة يعني تمام آه. كمان عندنا برضو مجموعة الهربس آه انا بنصح فيها مجموعة الهربس دي مهمة جدا للناس اللي عندهم كورتيزول عالي ليه بقى لان هي فيها آه مستخلص ليه اني واحدة سليم اللي هي سليمين. سليمين. أوه. سليمينج اه سليمينج هيربس ايوه سليمينج هيربس ليه بقى سليمنج هيربس سليمنج هيربس هتلاقي فيها اعشاب او مستخلصات اعشاب زي الشاي الاخضر زي القرفه زي النعناع حاجات كده بتهدي الكورتيزول الشخص اللي عنده كورتيزول عالي بتلاقيه دايما عنده مشكله في النوم متوتر بينام شوية ويقوم لكن الحاجات دي احنا حتى لما إنسان مثلا يبقى زعلان نقول له ايه خد ليمون بنعناع أصل النعناع بيهدي مم. طب اه سليمنج سليمان في نعناع في شمر في اه في شاي أخضر كل ده طب كمان بس الشاي الأخضر مش بالليل لا يصحصح اه لا هو الشاي الأخضر ده, ده مستخلص لا عادي هو كمان معاه معاه حاجات تانية زي الجرسينيا زي الصبار كلوروفيل هو أصلا محطوط بنسب معينة إن أنا في الوقت ده يعني أنا مثلا الدوز بتاع السليمنج جهربس انا مديها بعد بعد العشاء او قبل النوم تمام فميزه برده يعني جروب جو ان هو مش محطوط اي دوزز كده وخلاص هي دوزز معروفه قوي ومعروف تاثيرها الطبي على الجسم وان ده مثلا سليمنج هيربس ده معمول على اساس ان هو يزود الحرق وفي نفس الوقت يهدي المنو يهدي المود وكمان يظبط النوم فاكيد يعني حتى لو في حاجه ان هي هتصحصح لا هي ما لا هو محطوط بنسب طيب خلينا نتكلم برده عن الهرمونات هل م. بتفرق الست عن الراجل يعني بنلاقى لخبطة الهرمونات اللى بتسبب سمنة م. الستات زي الرجالة ولا هل لا الستات عرضة أكتر لا هو للأسف الستات عرضة أكتر <applause> اه يعني كل ما اتلخبطت يعني بنقول يعني حتى هرمون التستوستيرون التستوستيرون اه اللي هو يعني هرمون الذكوره ده اصلا في جزء منه او في نصيب منه عند الستات <تصفيق> <تصفيق> تمام فهرمون التستوستيرون ده بيعلى لو الست عندها بي سي او او بوليسيستيك اوفري البوليسيستيك اوفري بنلاقي دايما اللي هو اه تكيسات المبايض الست اللي بتعاني من تكيسات المبايض هرمون التستوستيرون ده عندها عالي بعكس هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه فبالتالي لخبطت الهرمونات دي بنلاقي دايما معظم يعني بالصدفه كده بيلاق هرمون الاستروجين لما بيقل والتستوستيرون بيعلى عند يعني البيشنت اللي هو صاحبه بي سي او او تكيسات مبايض بنلاقيها اوبيس هو احنا كان لسه عندنا مكالمه النهارده لواحدة عندها تكيسات مبايض وكانت بتتكلم وكانت بتسال هل البردقوش من الحاجات اللي بتساعد في التخسيس وهل جو في بردقوش برضو؟ هو جو في بردقوش يعني في حاجات مشابهه للبردقوش يعني في جرسينيا في كلوروفيل في, في صبار يعني حاجات برضو نفس الافكت بتاع البردقوش حلو قوي تمام طيب خلينا نرجع بقى لهرمونات الستات مم. بعد الاربعين 40 هل أوه. بعد الاربعين بقى الست بتبقى عرضه اكتر اه يعني بنلاقي مثلا بعد بعد الأربعين او بنقول يعني سن الياس ربنا انا ما بحبش اقول المصطلح ده اه هو سن الامل هو سن الامل طبعا بعد الاربعين بنلاقي هرمون الاستروجين اتاثر شويه بيقل جامد يعني بيبقى اقل فتره يعني فيها هرمون الاستروجين اللي هو بعد سن ال 45 وبالتالي هو هو ايه فائده هرمون الاستروجين عندنا او عند الستات؟ بيساعد في التمثيل الغذائي في عمليات التمثيل الغذائي عمليات الايد عمليات الميتابوليزم فكل طبعا ما يقل انا التمثيل الغذائي عندي في مشكله وبالتالي بيبقى في تراكم للدهون، الخلايا بتخزن دهون اكتر، بيبقى صعب ان انا احرق اكتر، فعشان كده بنلاقي دايما في نسبه اوبستي عند او او كمان الكوليسترول كمان بيعلى كمان كل ما بيزيد السن او بالعمر بنلاقي دايما امراض الكوليسترول وزياده الكوليسترول الضار والقلب والضغط دايما عند الـ يعني من فوق ال 45. طيب في بره بيلجأوا الى ان بيدوا مثلا هرمونات تكون بتعوض. تمام آه هل ده بينصح بيه ويقال ان في هرمونات اللي هي الحيواني وفي اللي هي من البلانس او تمام. النبات هو انا يعني انا ما جربتوش بس انا ما بنصحش يعني انا ليه يا جماعه العب في حاجه في خلقه ربنا او في يعني صنع ربنا يعني انا مثلا لما اجي اقول يعني ربنا جعل النهار معاشا والليل لباسا هو ربنا بيقول حاجه غلط لا ما بيقولش حاجه غلط ليه ربنا خلانا ننام في بالليل ونصحى في النهار اصل في هرمونات اصلا بتشتغل بالليل ربنا خلقها ما بتشتغلش غير بالليل الجسم ذكي جدا مش هيطلع الهرمون ده غير وانت نمتي بالليل حتى لو نمتي في النهار مش هيطلعه <applause> هو مش مش مساله ان انا بنام وخلاص فيطلع زي ايه زي الجروس هرمون او هرمون النمو يا سلام هرمون النمو ده ده يعني الكنترولر بتاع الجسم، ده اللي بيطلع يظبط الجسم بالليل وانت كله. نايمه، اه يعني ده اللي بيجيب الخلايا الدهنيه الزايده كده او الدهون الزايده في الجسم يروح حارقها يعمل تمثيل غذائي جميل، يعمل عضلات حلوه وبنيه عضليه جميله، عشان كده بنقول مفيش اي نظام غذائي على وجه الارض هينجح غير بالنوم المنتصف كده دايما اقول لكم ناموا قبل الساعه 11 بالظبط الرقم السحري والسري ويا سالي مش عشان الجراث هرمون بيشتغل كويس جدا بالزبط. ما بين 11 و2 بالليل بالزبط. فاستغلوا اللقطه دي عشان شبابكو وحيويتكم وعضلاتكم وخسسانكم ودنيتكم والاطفال كمان عشان يكبروا صح وينموا صح والشباب اللي يقعدوا يقولوا انا مش بطول كفايه انا عايز اطول كفايه نام بدري نام بدري وكل بروتينات كويس هتلاقي نفسك بتطول حلو جدا مش هتنام بدري وتقعد تسهر فيش طول هيجي منين ما الجروث هرمون مش شغال فانت مش بدي فرصه لجسمك يبنيه اصلا فمهمه جدا المعلومات دي تقولوها يا شباب اللي عندكم في العيله صح ومش اي <applause> نوم يعني انا دايما بنصح بالنوم العميق اللي هو انا مش ه... مش هنام شويه واصحى شويه وانام شويه هو بنقول من 6 ل 8 ساعات نوم عميق عشان الجسم يعرف يحرق عشان كده انا دايما بنصح الحالات بت... بتاعتي لما تيجي تلعب رياضه انصحك ان انت تلعبها الصبح بدري على قبل ما تفطر قبل ما قبل الانسولين يطلع و... والكورتيزول يطلع والجروس هرمون شغال صح الرياضه الصبح والجروس هرمون لسه شغال في اعلى معدلاته لا ده في اعلى كفاءته انت هتحرق حرق يعني ما شفتوش في حياتك بالظبط كده بالظبط فتكمله البروتينات قبل النوم بالظبط قبل جداً. 11 دي أيوة. الخطوه السحريه طبعا البروتين مش لازم تاكلوه وتناموا يعني لا هو دي زي ما بيقول زباد زبديه كده قبل النوم البروتين بعد المغرب هيساعد جدا على رفعه كمان بس بز... مش ناكل وننام ويكون بروتين كمان ما دهون قوي يعني يا ريت يكون حاجه مشويه علبه تونه متصفيه زبادي حته جبنه قريش بيضه ومش عارفه ايه وتخشوا تناموا مع جو من الحاجات مع اللي هتساعد أيوة جدا انا لسه كنت هكمل ان انا ممكن نظام الغذائي ينجح اكتر يعني في ناس لسه في الدايت انا كارهه الدايت انا خلاص طول حياتي باكل ده بمعاد وده باكل ده معاد طب انا بجوع طب ما هو انا لو استخدمت حاجه مكمل معاها كمان اورجانيك يعني حصل على موافقه من وزاره الصحه ودي مش مش موجوده في كل البرودكت اللي موجوده في الماركت دلوقتي ان انا هاخد حاجه امنه فيها ثقه كلها حاجات هيربال ومستخلصات كمان يعني حاجه زي جو لا يعني خدها بقلب جامد هتزود لك الحرق هتظبط لك مواعيد نومك القهوه الخضراء لو أخذناها او الجرين كافي بتاع جو لو هناخدها مثلا الصبح بدري دي هتساعدك كديتوكس لجسمك ان هي بتتخلص من كل السموم اللي في جسمك لكن هو وكمان هو موجود يعني يعني متوفر في كل الصيدليات ما انا بقى اعرف يعني هنقول ان المشاهدين متوفر فين للناس اللي ما سمعتش قبل كده آه. وننزل الصفح كمان يا ريت على الـ الـ هو موجود في كل الصيدليات وكمان الكرسي الكورس بتاع جو اللي هياخده مش بنسيبه كده احنا في فريق طبي في جو بيتابع مع كل الحالات اللي بتشتري جو وبيتابع معاهم الاخبار بتاخدوه صح ولا لا الدوز الصح ولا لا بتاخدوه في حاجات بتتاخد قبل الاكل وفي حاجات بتتاخد بعد الوجبه اللي هي بالليل او وجبه العشاء او قبل النوم كل دي احنا بنتابعها هايل معاكم الصفحه على الشاشه دلوقتي تقدروا تصوروها عشان تقدروا تبعتوا لهم لو عندكم اي اسئله من قبل اي حاجه تقدروا تبعتوا برضو تسالوا براحتكم خالص بس كده حضرتك نورتيني بشكرك جدا. جدا, اه وحاجه مهمه موجوده برضو في الصيدليات كلها يعني اللي حابب طميني. يشتري على طول مش يسال اونلاين او يتبعت له من اونلاين تمام نورتيني بشكرك يا دكتوره مروه عبد مرسي العزيز مرسي نورتيني بشكرك يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي من الساعه 4 ل 5 باذن الله باي بقى هتخسي بأقل مجهود وفي أسرع وقت مع جو البديل الطبيعي لعمليات تكميم المعدة جو أول منتج تخسيس طبيعي بجد مرخص من وزارة الصحة موجود في جميع الصيدليات